بما ان احنا بلوك التوفير النهارده جايه لك بتبس وتراكس جديده لحاجات موجوده عندنا في المطبخ، مش هنستعملها استعمالها الاصلي بس هنستعملها استعمالات مختلفه وذكيه جدا وبتوفر جدا. تعالي اوريكي ستراتش المطبخ، من احب الحاجات اللي بحب استعملها جوه المطبخ وليها استعمالات كتيره جدا، وعلى اختلاف اسعار الرول بتاعتها والخامات بتاعتها بتادي نفس الوظيفه وتأدي نفس الأهمية جوه المطبخ. لما يكون عندنا أدوات مطبخ زي الكبة والبلندر والهاند بلندر، شايفين اللي حصل في الكبة دي، فيها بقع وحاجات مطرح تبصيم الإيدين والحاجات دي كلها. أسلم حل عشان نحافظ على الجزء البلاستيك بتاع الكبة دي ان احنا نعمل له رابينج في الجزء ده عشان نعرف نحافظ عليه ونحرف كمان البقع والحاجات دي كلها نتجنبها. تعالي اوريكي تعمليها ازاي. تمام كده كلها خلاص اتعمل لها رابينج، تمام، حتى الزراير كمان ومحدش يقلق، لا الزرار هنعرف نتحرك بيه عشان هو ده ستراتش فبيبقى فيه مساحة ان هو يتحرك فيه، تمام، وبتحافظي على عمر الحاجه كمان. غير ان الرول بنحفظ بيه الاكل والفواكه والخضور جوه الثلاجه، ممكن نحفظ بيه ريموت التلفزيون. ايه ده ريموت التلفزيون؟ ايوه طبعا ريموت التلفزيون ممكن نجيبه ونعمل بيه ستراتش ونرول عليه الستراتش ده عشان نحافظ على تبصيم ايدين الاطفال والشوكليت بقى والشيبسي والحاجات اللي ممكن تبقى على الريموت دي، وفي نفس الوقت كمان بتحافظ عليه من الوقعات والحوادث الكتيره اللي بتحصل في ريموت التلفزيون. حاجة تانية جوه المطبخ ليها استعمال افتكاس غير الاستعمال الاصلي بتاعها، ورق الزبدة. الرول ده يا جماعة فيه اللي هو الورقة بورقته زي ده، وفيه اللي هو بيبقى رول على بعض واحنا بنقصه بالمقص، اوكي؟ اهم استعمال ليه في الناس اللي بتعمل وجبات دايت او بتعايزة تلاقي وسيلة للآلية افضل، انا بحطه على الشبكة بتاعة الفرن وبحط عليه اي حاجة عايزين نحمرها من غير مادة دهنية. هو اسمه ورق زبدة لان هو حقيقي جواه مادة دهنية خفيفة بتساعد على تحمير الحاجة او ان هي تتشوي جوه الفرن. ورق الفويل بتاع المطبخ من اهم الاستعمالات بتاعته، بنستعمله في حاجات كتيرة بالفرن وحاجات كتيرة لتغليف البوتاجاز، بس ده من اخطر استعمالاته وما حبسش ان احنا نعمل بيه كوفر للبوتاجاز، اوكي؟ هو من احد الوسائل اللي انا حافظ بيها على الفرن بتاعي. طب احافظ على الفرن بتاعي ازاي؟ باستخدام ورق الفويل. تعالي اوريك. لو عندك صينية فقدت غطاها في ظروف غامضة ومحتاجة تحطيها في الفرن وتغطي عليها كمان، مش بحبذ ورق الفويل ان هو يلامس الاكل بشكل مباشر. طب نحلها ازاي دي؟ نجيب ورق الزبدة ونحط فوقيه برضو ورق الفويل عشان ده من احد العوامل اللي بتحتفظ بدرجة الحرارة، اوكي؟ ويبقى ساي مثلا الصينية بتاعتك اهي، تمام، وتعملي لها رابنج بيها. هيبقى ورق الزبده هو اللي ملامس للاكل فالاكل يتحمر وياخد وش حلو، وورق الفويل فوقيه هيحتفظ بدرجه الحراره، وكده ما فقدتيش غطا الصينيه. كل واحده فينا جوه المطبخ تقدر تستعمل كل حاجاتها استعمال واثنين وثلاثه واربعه. تعالي قولي لي في الكابشن تحت وفي الكومنتس انت بتستعملي الحاجات دي في ايه.